إذا فلا بد أن تستحضر أن النجاة في الدنيا والآخرة مرهون بانتصارك على نفسك، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة وهي المأوى. نهار الأربعاء كنت كندير في السنوات الماضية 12 عام واحد الجلسة، كان يحضرها غير فقراء، وكنديروا دروس، كلشي الناس عندها الخبر، يأتي من هب ودب، لا يحرم منها أحد، لأن الإسلام ينبغي أن يصل إلى كل الشباب. الحمد لله الآن كرم مزين في العالم، الحمد لله كاين اللي الآن راه قرا وتوظف، وكاين اللي راه مهندس، وكاين اللي راه إمام، الحمد لله فين ما تمشي، وهي غير هكذا بسيطة ونديروا غير لهتاي، ما فيها لا ذي ولا ذي. واحد منهم كان غادي من أحفر، كان غادي من وجدة للناظور، ركب من هنا بالسيارة نتاع الناظور، فركبت معه عائلة من الخارج، الرجل والمرأة وشي بنت الدام شب، وكعرف أصحاب الخارج جاي من هولندا اللباس وكذا، فنزلوا في أحفر واسمه خلاو تما، وخلاو تما الصويك. فلما وصل إلى مدينة بركان وجد ذلك الكيس، ففتحه فوجد فيه المال الأورو والذهب والكويرتات. قال لي، فدخلت في نفسي ومع نفسي في صراع. جاب لك ربي، انت راك مكمل تسكن في الفيتنام، مكمل على لالك 500 هذيك الزر كي دايره تاع الورا، هذيك 500 كي دايره حمراء، وحده تدفع الاخرى ما سي سي عبو. والذهب اي اي جاب لك ربي، رزق ساقه الله. واش بيقول للنفس ديالو؟ ايه يا عدوة الله، الا تعلمين ان هنالك يوم القيامه وان لقاء الله وان الله يراك؟ يجيب لي يقول تخربق انت، واش تخربق انت، واش تخربق انت، فين جاب لك ربي انت مالك؟ فدخل في صراع عنيف، فقال في الاخير، ايه يا الجلسه نتاع النهاري ديال الاربع ايام، شوفوا اللي غادي تدخل في التالي جلسه مثل جلستكم، انا ندير روحي نسمع القران ونعرض القران من الاربع للاربع، ونحفظ الحديث من الله قال رسول الله، ونسمع للدرس يسمى كاع حد السنوات، وانا نسمع حجه علي ويمتحني الله ويبتاليني، يبتاليني يمتحني الله تبارك وتعالى. اقسم بالله ما راني غادي للناظور، حطني هنا هخلص الناظور. واش غادي يدير؟ ما عندي ما ندير في الناظور. فرجع على التو من بركان الى مدينه حفير في الليل، والاخرين هم بغاو يخرجوا عقلهم ما عرفوش وين دارهم. قال فاطرقت طرقا خفيفا، فخرج ذلك الذي كان معي الرجل من بالباب، قال اسمحوا لي انا ان شاء الله تبارك وتعالى جيت عندكم نشوفكم باذن الله. قال الم تفقدوا شيء؟ وما معقلوش كاع. قال نفقد شيئا ثمين، كواغطنا فلوسنا كذا، وش عندك شي حاجه؟ جبت لنا شي حاجه؟ قال انا كنت معاكم، انا كنت غادي للناظور، ولكنني لم اتمم رحلتي، قطعتها لما وجدت هذا، وعلمت أن قلوبكم تكاد تقفز من أقفاص صدوركم، لقد أضعتم أوراقكم، الله يحسن عليكم، خذ كيسك واحسب مالك وانظر هل تفقد من شيء، وهذه إن شاء الله أوراقكم الثبوتية، انظر إليها. آه الله الله الله، الله يرحمك فيما كنت يا ودي ياسي، ما نكسمكش، الله يرحمك فين ما كنت، يكفيك هذا الموقف. قال لك السيد لم يصدق، بقى يحسب، الله اكبر، الحمد لله الحمد لله، ويسمع الفوق اللي هي الناس تتنفس الصعداء. ادخل عليهم السكينه، فحمدوا الله ان بقي الشباب في الامه من يخاف الله. قال له استنى نعطيك، قال له لا اريد جزاء ولا شكورا، أنا الآن أستشعر نعمة لا يستشعرها أحد،
أنا الآن أديت الأمانة، ووالله ما استطعت أن أفعل ذلك إلا بتوفيق الله. أما الشياطين والنفس فلقد طالما نزعتني، وما استطعت الخروج من هذه المعركة إلا بصبابة العرق من جبيني من كثرة المزاحمة والمدافعة لمن يريد أن يدفعني لأخذ هذا المال وأنا في أمس الحاجة إليه. هذا هو باللون. ما استناش تيشوفك الناس، ما استناش يشوفك الناس ولا فيه. هذه بينك وبين ربي، وربي راه ما يشوف لا في الوجه لا والو. رجل وجد 3 ملايين سقطت لأحد الفلاحين، ذهب ليبيع البقر، ومع تلك الأموال أوراقه الثبوتية التي تحمل العنوان، وهو فقير جدا جدا جدا. أخذ المال ووضعه تحت جلبابه، فبحث عن بيته حتى ذهب إليه في الليل لم يره أحد، وأطرق الباب بعد أن يئس صاحب المال من أن يجد ماله. فلما نزل قال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: ألم تفقد شيئا؟ قال: أفقد كذا وكذا. قال: خذ مالك. قال: من أنت؟ قال: هذا الأمر ليس من اختصاصك، خذ مالك فقد وجدت مالك. قال: أعطيك بعضها؟ قال: لا. قال: أزوجك بنتي، فطالما دعوت الله أن يقيض رجلا صالحا أمينا أزوجه بنتي وأنا غني. قال: لا أريد أن آخذ أبدا مقابلا على عمل عملته لله. فذهب الرجل في اليوم الموالي ليروي القصة على عالم المدينة. وقع الليل كيت وكيت وكيت. قال: ذاك من أهل الجنة. قال: كيف؟ هل نزل عليك وحي؟ الجنة دار السلام يدخله الله من يشاء. هل أخبرك الله في وحي أنزله؟ الوحي انقطع مع الأنبياء. قال: بالوحي الذي أنزله الله على رسولي أجيبك، أنا لا أجيبك بوحي جديد، لا وحي ينزل بعد القرآن. قال: وأين أجده؟ قال: يقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى نفسه التي كانت تنازع وتقول له: هذا مال حلال ساقه الله إليك لم يرك أحد، وخالف هواه وخاف مقام ربه، فاستجمع شرطي النجاة ودخول الجنة. فقد خاف الله في أن تمتد يده لما لا ليس له، وخاف الله تعالى سبحانه عز وجل لأنه نهى النفس عن الهوى.